اليوتيوب يخدع منشئ المحتوى. إلى هذه اللحظة أتمنى من أي منشئ محتوى ما يجربش التحديث، لأني جربته ولسه التحديث ما اشتغلش. تعالوا مع بعض نفهم بالتفصيل اللي حصل. اليوتيوب لما اتكلم قالك امتى تقدر تنشر او تشاهد الفيديوهات القصيرة على اليوتيوب، قالك اعتبارا من 15 اكتوبر 2024 اي فيديوهات مربعة او عمودية تصل مدتها الى 3 دقايق سيتم تصنيفها كفيديوهات شورتز. العبد لله اللي مسك الحديد تناه قرر ان يكون اول منشئ محتوى يجرب التجربة دي علشان يطلع يقول للناس هو رفع الفيديو ازاي، لان ما ينفعش ترفع الفيديو من كاميرا الموبايل. يعني هو قالك هنا انت ما تقدرش تنشئ فيديوهات شورتز مدتها 3 دقايق باستخدام الكاميرا الى هذه اللحظة، ولكن في تحديثات الفترة اللي جاية هنطورها في انظمة الاقتراحات لتبدأ بعرض فيديوهات الشورتز مدتها الى 3 دقائق، وسنطلعكم على الاخبار المتعلقة بهذه التغيرات. يعني انا لحد اللحظة اللي انا بكلمك فيها حالا 15 اكتوبر رفعت بدل الفيديو 4. بص تعالى معايا وادخل على المحتوى، ادي فيديو 2 3 4 بجميع المقاسات، بكاب كات بانشوت 16:9 1:1، دول بكاب كات دول بانشوت، جربت الاثنين والى هذه اللحظة هذه الفيديوهات لم يتم تحويلها الى الشورتز. ولكن انا متأكد ان مع التحديثات اللي هتحصل الفترة اللي جاية الفيديوهات دي هيتم تحويلها بشكل اوتوماتيك الى الفيديوهات القصيرة. معنى كده ان النهاردة وانا برفع الفيديو هرفعه عادي جدا زي ما برفع اي فيديو عادي، لسه ما ظهرش التحديث، واول ما يظهر هنعمل عنه فيديو ونوضحه. معنى كده ان حضرتك لما تيجي ترفع فيديو مدته اكتر من دقيقة هترفعه زي ما انت بترفع اي فيديو، لانه مش هيظهر لك الشورتز لحد هذه اللحظة. ولما جيت قررت وجربت ورفعت الفيديو من الشورتز رفع لي لمدة دقيقة فقط وقطع لي الفيديو، ما كملش الفيديو، ما خلاش الفيديو يكمل. معنى كده ان احنا لسه قدامنا تحديثات كتير جدا هتحصل في الاقتراحات، تحديثات كتير جدا هتحصل في الصفحة الرئيسية، تحديثات كتير جدا هتحصل في كل حاجة. بقولك ان ايه، ازاي تقدر تطلع بقى على احصائياتك؟ هتدخل هنا وعلى الاحصائيات على المحتوى، وهتلاقي هنا عندك الشورتز. الشورتز لسه ما ظهرش لانه لسه ما جاش لحد دلوقتي. لما دخلت على القناة دي من الموبايل اهو ماشي، ودخلت على اي فيديو، هقفل الصوت، دخلت على اي فيديو من الفيديوهات علشان اشوفها، الفيديو ظهر عادي جدا كانه فيديو عادي مش كانه فيديو شورتز. ده عامل لك نفسي، عامل لك نفسي، ظهر كفيديو عادي مش ظهر كفيديو شورتز. فمعنى كده لو انت كنت مجهز فيديوهات علشان تبدأ تنزلها وتستغل التجربة دي اول ما بدأت تظهر يوم 15 اكتوبر في اول ساعة، عايز اقول لحضرتك لحد اللحظة اللي انا بكلمك فيها حالا ما زالت الفيديوهات عند رفعها يتم تصنيفها على انها فيديوهات وليست على انها شورتز او فيديوهات قصيرة. هنتابع القناة دي اسمها الصياح، هرفع عليها فيديوهات على مدار اليوم اكتر من 3 دقايق لمدة اليوم، وابدأ اشوف هل تم تصنيفها، هل تم تحويلها، ايه اللي حصل بالتفصيل. هنعرف ده كله لو تابعت معايا، وكمان هبدأ انزل على المنتدى في قناة المتوحد فكرة اقول لحضرتك ايه اللي بيحصل بالتفاصيل. ادخل على المنتدى بشكل مستمر وتابع المنتدى بشكل مستمر وافهم ايه التفاصيل بشكل مستمر، بنوضح كل حاجة فيه. وعلى فكرة اي حد
من اخواتنا عايش في امريكا، عايز اقول له خلاص بدأت تدخل شاشة الاحلام تبقى موجودة في امريكا وتقدر تستغل بيها بالذكاء الاصطناعي. خلاص الف الف مليون مبروك، وتقدر تعمل بيها كل حاجة وتشتغل عليها اي حد في امريكا. لكن اللي مش في امريكا لسه مستنيين التحديثات تحصل علشان نقدر نستخدمها. واحنا بنشتغل في الفيديوهات القصيرة شاشة الاحلام دي شاشة تم دمجها بالاي اي والذكاء الاصطناعي، هتخلي منشئ المحتوى يعمل حاجات كتير جدا جدا جدا، وهتغير مسار اليوتيوب. وهنعمل فيديو نتكلم عن الموضوع ده عشان نوضح هل محتوى الذكاء الاصطناعي مقبول ولا مرفوض، ولو اترفض هل ممكن في عدل النظر يتم قبوله ولا لا. طب هل المحتوى الصوري ممكن يتم قبوله في عدل النظر ولا لا. كل الكلام ده هنطرحه في اسئله واجابات وهنوضحها بالتفصيل. وفي حاجه اسمها نسبه وتناسب 50-70-20-10%، كل محتوى بيكون له نسبه للقبول، والمحتوى الوحيد الذي يتم قبوله بنسبه 99.9% هو المحتوى الحصري الاصلي الذي يتم تقديمه بصوره مباشره. تعالوا نبص دلوقتي ونشوف هل حصل اي تحديثات ولا لا، ونعمل ريفرش ونشوف ما زالت الفيديوهات موجوده بالفيديوهات ولم يتم انشاء شورتز. شكرا للجميع، نتقابل في فيديو جديد وتوضيح جديد. احذر استخدام التحديث في هذه اللحظه. شكرا. انا اول حاجه بحب اعملها ان انا اجرب اول حاجه قبل ما تجربها انت، علشان ما تقعش بغلطه ممكن تخلي ارباحك اقل، او خوارزمياتك تبقى اقل، او جمهورك ما يحبكش، او ما ياخدش باله ان دي كان فيديو قصير. انا جنبك، انا فرض تجربه بتاعك، انا جرب في نفسي واجي اقول لك اللي حصل، علشان كده لازم تتابعني. انت خسران لو ما تابعتش بتاعك فكره، صدقني. يبقى هناك شرطين من اجل ان يكون الفيديو بتاعك من ضمن الفيديوهات القصيره. الشرط الاولاني انه يكون لاما مربع لاما عمودي. الشرط الثاني يكون مده الفيديو نفسه زي ما انت شايف اقل من 3 دقائق. اكتر من 3 دقائق هيبقى فيديو طويل، لو كان بالعرض هيبقى فيديو طويل، واليوتيوب هيتعامل معاك على انه فيديو طويل، مش هيتعامل معاك على انه فيديو قصير اطلاقا. علشان كده اللي عايزك تفهمه من التحديث ده، اليوتيوب بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحارب الريلز والانستجرام والتيك توك بشكل مباشر، لان هم عاملين الخاصية دي من زمان، وكانت الخاصية دي مش موجودة في اليوتيوب